فكرت أن أضع لكم هذا الفيديو لكي أتحدث أكثر عن هذه الفخاخ الذي يقع فيها الطلبة، لعل وعسى لعلكم يعني الموضوع الذي يزيد يحبطني أكثر، وأنني رغم أنني أتكلم عن هذه المواضيع مرارا وتكرارا لا زال كل يومين كل 3 أيام يتحدث مع أشخاص وقعوا في نفس الفخ. فنبدأ من البداية. موضوع تجار البشر الموجودين في روسيا العرب، أنا أتحدث عن العرب فقط، أن الروس ليس فيهم هذه الخصال. أصحاب تعال إلى روسيا خصوصا الذين يصطادون هؤلاء الأشخاص الذين ليس لديهم حتى شهادة الثانوية العامة، يقول لا تعال إلى روسيا حتى بدون شهادة الثانوية العامة يمكنك أن تدرس في 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 الثانوية هنا، أو يمكنك أن سأضمن لك أن تهاجر هجرة استرجاع من روسيا أو كذا كذا، ويبدأون في رسم يعني روسيا كأنها مانهاتن، كأنها يعني الجنة، فيرسمون لهم روسيا مختلفة تماما عن الواقع. وأولئك للأسف أولئك الأشخاص الذين يبحثون عن واقع أحسن، عن مستوى مادي أحسن، فقط عن عيش كريم، يقعون في هذه الفخاخ بسهولة. أي شخص ليس لديه الثانوية العامة تقبي، ليس لديك ما تفعله في روسيا، إلا إذا كانت يعني مثلا تعرف روسية، مثلا هي التي أرسلت لك دعوة خاصة، مثلا تريد أن يعني مضمون أنك ستأتي هنا للزواج بها، أو مثلا كسياحة، فهم؟ أما غير هذا لا تأتي إلى روسيا من الأخير بدون شهادة الثانوية العامة. وإن شاء الله على المدى القريب سوف أجلب لكم أشخاص وقعوا في هذا الفخ لكي يتحدثوا عن تجاربهم، ولكي تسمعوا هذا الكلام لكي تتأكدوا أن كلامي صحيح انطلاقا من أفواههم. ليس لديك ثانوية عامة، لا ليس لديك ما تفعله في روسيا. أي شخص يقول لك غير هذا الكلام اعرف أنه مجرد من أحد تجار بشر، لا تصدق أي كلمة من كلامي. موضوع آخر هو أن بعض الأشخاص كذلك تجار البشر موجودين في روسيا، يجيبون طلبة كما قلت يوهمهم أن روسيا جميع الجامعات في روسيا قوية جدا وكذا وكذا، في الأخير تجد الطالب يجد نفسه في جامعة ليس لديها أي وزن، جامعة في 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 مكان مجهول، فاهم، في مدينة مجهولة حتى الروس لا يعرفونها، فاهم. لهذا قبل أن تأتي في روسيا اسأل جيدا ما هي الجامعة التي ستدرس فيها، اسأل عن وزن تلك الجامعة، الدراسة في تلك الجامعة جيدة، هل معترفة في بلدك أو لا، فاهم. الموضوع الآخر، أي شخص يقول لك أعطني مثلا 3000 دولار مثلا، هذه الأكثر، يقول لك 3000 دولار كذا فيها 8 سنوات تحضيرية فيها كل شيء، أنت أعطني 3000 دولار فيها كل شيء. الأشخاص الذين لا زالوا خارج روسيا يسمعون 3000 دولار يقولون أنه مبلغ رخيص كذا كذا، يعني يسارعون في دفع هذه المال. عندما يأتون إلى روسيا يجدون أنفسهم، طبعا أولئك الحيوانات ماذا يفعلون؟ يذهبون بأولئك الطلبة لأرخص جامعة ممكنة. عندما يأتي الطالب بعد شهر أو شهرين عندما يفتح عينيه يجد أن ثمن الدراسة زائد ثمن السكن في تلك الجامعة لم يتجاوز مثلا 1200 دولار، يكتشف أن ذلك الشخص وضع في جيبه 1800 دولار. هذا يحدث كثيرا، فهم. لهذا إذا كنت تريد أن تأتي إلى روسيا اسأل عن ثمن الدراسة، يجب على الشخص الذي سيساعدك في التسجيل أن يخبرك هذا هو ثمن الدراسة، هذا ثمن السكن الجامعي، هذا ثمن الوثائق، هذا ثمن التحليل الطبي، فهم. يجب خصوصا هذه المعلومات تكون مكتوبة واضحة في القبول، فهم، ورقة القبول يكون مكتوب فيها اسمك، رقم جواز سفرك، اسم الجامعة وكذا، ختم الجامعة، وكذلك المصاريف، مصاريف الدراسة، مصاريف كذا، فهم، يعني التاريخ الذي سيعطونا فيه، يعطونا لك فيه الفيزا، جميع المعلومات لكي تأتي وأنت عارف ما هي المصاريف الحقيقية التي ستدفعها، وبعد ذلك تفهم أنت وذلك الشخص عن ثمن معقول مقابل يعني خدماته. أي شخص يقول لك تعال إلى روسيا وموضوع هجرة سرية، اعرف أنه كذاب نصاب من الآخر. لا يوجد شيء اسمه الهجرة السرية من روسيا نحو الاتحاد الأوروبي، فهم؟ الذين يمرون هم 0.0001، هناك أشخاص يموتون والأغلبية يتم مسكهم، وهؤلاء الأشخاص يتم ترحيلهم
وكذلك إذا لم يتم سجنهم، بعضهم يتم سجنهم إذا عندما يعني يتم مسكهم بالأشخاص يقاومون بشكل عنيف، هؤلاء الأشخاص على الأقل سوف يعني يذهبون لثلاث أشهر أربع أشهر في إلى ستة أشهر سجنا، بعد ذلك يتم ترحيلهم ويمنع دخولهم خمس سنوات إلى روسيا، وبعضهم كذلك يدفع غرامة مالية، خصوصا في الجو. هنا في روسيا بدون جو المساحات كبيرة جدا، يعني حتى لو تقول لك الشرطة هيا اذهب ستموت في الطريق، ستموت في الطريق إما جوعا أو تعبا أو من الجو. أما في فصل البرد لن تستطيع المشي حتى 3 كيلومترات على رجليك، كيف ستمشي ب5000 كيلومتر وأنت تتمشى في الثلوج؟ مستحيل. لهذا أي شخص يذكر لك موضوع هجرة السرية من روسيا أعرف أنه أحد تجار البشر ولا تصدق أي كلمة من كلماته. تجار بشر آخرين موجودين بكثرة في روسيا وكذلك خصوصا يدعون الإعلانات في الفيسبوك موضوع فيزا عمل. أي شخص يقول لك تعال سأبيع لك فيزا عمل إلى روسيا أعرف أنه كذاب نصاب من الآخر، فهم؟ لا يوجد شيء اسمه فيزا عمل، فهم؟ مجرد أكاذيب، مجرد نصب، فهم؟ خصوصا هناك أشخاص يرسل يوهمك أن هذه فيزا عمل وفي الأخير عندما تأتي هنا تكتشف أنه أرسل لك فقط دعوة دراسية. هذا إذا أرسل لك شيء أصلا، أنه الأغلبية الساحقة سوف يأخذون منك المال ولن ترى لا فيزا عمل ولا أي شيء آخر، فهم؟ لا يوجد شيء اسمه فيزا عمل. جالس في بلدك ويقول لك شخص سوف أزيد لك فيزا عمل من مصنع وكذا، أعطيني 3000 دولار كذا، كله كلام فارغ، فهم؟ حتى إذا قال لك مثلا فيزا عمل يعني تسوى 3000 دولار مثلا السنة، حتى إذا كانت هذه الأمور يعني حقيقية، هل عندما ستأتي بسبب هذه الرواتب الموجودة هنا، هل ستجمع 3000، هل ستوفر 3000 دولار في السنة؟ لن توفرها، صدق كلامي. تجار البشر الآخرون الموجودين في روسيا حيوانات لبيع المنح. يقول لك تعالى أبيع لك منحة. يا ما طلبة تم النصب عليهم ب10000 دولار، 15000 دولار، 5000 دولار، 12000 دولار، فهم؟ كل شخص وحجم يعني الشباك الذي وقع فيها. ولكن صراحة أنا هؤلاء الأشخاص أقول أنهم يستحقون، الأشخاص الذين يتم النصب عليهم بموضوع بيع المنحة أشخاص يستحقون، لأنه أصلا حاول الحصول على شيء محرم، شيء ليس من حقه، شيء بطريقة غير شرعية، حاول أن يعني ذلك الشخص الذي تم النصب عليه هو أصلا في بالي أن تلك المنحة سيتم سرقها من شخص آخر، فمن هذا يستحق. أما كل أولئك الأشخاص يقول لك سأبيع لك منحة كذا، مجرد أكاذيب، مجرد كذابين، ينصرها في فيسبوك، ينصرها كذا، يعني ولو اصطاد فقط واحد في السنة، فهم؟ بعد في بعضهم يعني ينفقون بعض المال في 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 في, في الفيسبوك أدس، فهم؟ يلتقون إعلانات ممولة فقط، يعني يصرفون حتى 100 دولار، هدفهم فقط أن يقع ولو واحد في الشباك، لأنه إذا وقع لهم واحد فقط في الشباك سوف ينصبون عليه على الأقل 10000 دولار، فهم؟ لهذا إنما ترى شخص ما يتحدث عن موضوع بين منح وكذا قل له نعلة الله وعليك إلى يوم الدين. لهذا خلاصة الموضوع، إذا كان هدفك القدوم إلى روسيا يجب أن يكون هدفك واضح وهدفك يعني حقيقي وهدفك يعني صح يعني موجود، يعني ليس أمور وهمية، إما الدراسة إما مثلا سيدة مثلا تعرفها، وهذا ما يحصل صراحة كثيرا الآن، يعني هناك أشخاص يتعرفون على روسيات ويرسلون لهم دعوة خاصة وبعد ذلك يتزوجون هنا، تأتي مرحبا أن تدرس هنا الماجستير مثلا أو الدكتوراه أو يعني أو السياحة، مرحبا بك للسياحة في روسيا، مرحبا وكذلك في الفيزا العلاجية، هذه الأمور الحقيقية، الأمور الموجودة، الأمور التي ستستفيد، أمور قانونية والأمور التي ستستفيد منها شيء ما. أما كل الأشياء الأخرى فهي فراغ فارغ، أن تأتي إلى روسيا يعني بنية العمل تحت غطاء الدراسة، أن تأتي بنية الهجرة السرية، أن تأتي بأي نية أخرى غير هذه، يعني الأمور التي ذكرتها في هذا الفيديو أعرف أنك سوف أنت ترمي نفسك في الفخ. والموضوع الذي يعني يعصبني أكثر في هذا الموضوع هو أنني رغم أنني تحدثت عن هذه المواضيع كثيرا
لا زلت أجد كل مرة يتحدث معي أشخاص وقعوا في نفس الفخاخ. صراحة تعبت من هذه المواضيع، ولكن ماذا سأفعل؟ فاهم؟ هذا أنا أعمل ما علي، وكل شخص يعني كل شخص يتحمل مسؤوليته. أتمنى أن الفيديو كان يفيد لكم، وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام.